يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي لله، أحبتي في الله، هذه المحاضرة خاتمة محاضراتنا في زيارتنا لدولة الكويت الكريمة في هذه الزيارة، وأسأل الله أن يجعل ختامه مسك، فقد أتت بعنوان كيف أتوب، والتوبة دوما ختام الأعمال الصالحة. قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وسن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمصلي بعد الصلاة أن يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. قضية التوبة هي وظيفة العمر. اللهم تب علينا وعلى كل مسلم، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة تقبلها. وقضية التوبة سبيل لحب الله للعبد، إن الله يحب التوابين. فالتوبة لا ينفك عنها إنسان. هذا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو رسول الله المعصوم الذي لا يخطئ، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك يقول الصحابة أننا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور صلى الله عليه وسلم. الشاهد الذي أريد سوقه أن التوبة وظيفة عامة، بمعنى أنه ليس من نقول له تب يعني هو عاصي أو مرتكب كبائر، وإن كان الأمر كذلك. أريد أن أؤكد لك أخي، توب يا ابني، قل تبت. أما تسألني تبت من إيه؟ كأنك أتوب من إيه؟ كأنك تنكر، تقول أتوب من إيه؟ يعني مالكش معاصي؟ ودوما أؤكد أن الذي يظن أنه ليست له ذنوب فهذا أكبر ذنوبه. من منا بلا ذنب؟ قل تبت إلى الله؟ من منا بلا معصية؟ من منا بلا خطيئة؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فلذلك أنت لك ذنوب ومعاصي، يقينا لك ذنوب ومعاصي يقينا. الذي يقول: لا والله أنا لا أشرب الخمر ولا بدخن سجاير ولا بسرق من حد ولا بغتاب ولا بنم ولا بزني، فين ذنوبي بقى؟ هذا العجب الذي أنت فيه، كبيرة من الكبائر العجب، الذنوب القلبية، المعاصي القلبية أكبر من المعاصي الظاهرة.
هل تعرف هذه المعلومة؟ عرفت دي؟ ايه الدليل؟ ما الدليل على ان المعاصي القلبية اكبر من المعاصي الظاهرة؟ بمعنى ان الكبر معصية قلبية اكبر من الزنا، العجب اكبر من السرقة، الغرور اكبر من شرب الخمر. ايه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي المقابل قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فيه دليل على أن المعاصي القلبية أكبر من المعاصي الظاهرة. ليس هذا تهوين من المعاصي الظاهرة، يعني اللي يزني ويسرق تبقى أمرها سهل، لا، وإنما الخطر في القلب، الخطر في القلب، وهو أن الذي يزني ويسرق شايف نفسه. يعني كتبت ممثلة في توبتها: كم كنت قذرة، مش هي بتقول كده، كم كنت قذرة. فهذا الاستقذار حين يصل إلى القلب، أن يشعر الإنسان أنه قذر، أنه خبيث، أنه خطاء، هذا الشعور يقربه من الله، بخلاف الآخر المتكبر يتعالى على الله. المتكبر قال لرسول الله: اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. تخيل انت بقى لما واحد يقول لسيدنا النبي كده، ليه؟ لأنه كانت علامة السجود بين عينيه كأمثال الركب من كثرة السجود. هذا هو الذي غره الشاهد. عايزين نتكلم الذي عن كيف أتوب لعلي لا ألقاكم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. القضية في كيف أتوب هي الموضوع ده. كيف أتوب؟ القضية مش توب يا ابني، توبت يا عم الشيخ، ادعي لنا ربنا يتوب علينا يا عم الشيخ، والله الواحد نفسه يتوب يا عم الشيخ، ده كلام. تعالوا إلى العمل. كيف أتوب؟ لابد من 3 وقفات. ولما أقول وقفة يعني وقف فضيلي يا عمي. طب تعيدل كده وتعيدل كده وفضالي بقى وركز معي. انسى التليفون بقى خلاص، بتوع التليفونات والتصوير دول ارحمونا. أنا أحبكم في الله. لابد من 3 وقفات، وأنا أقول أطالبك بوقفة يعني وقفة، بمعنى اقفل تليفوناتك واقفل على نفسك غرفة واجلس وحدك حيث لا يراك إلا الله. وقفة فعلا واجلس، ما وراكش أي حاجة، ساعة ساعتين فرغ نفسك. لأن أكبر آفة تعيد الناس اليوم إلى المعاصي إنهم مش فاضيين يتوبوا. ونحن في عصر السرعة تجد الإنسان يعصي ويعصي 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 وينسى، وينسى المعصية، ينسى هو عملي، ينسى الموضوع برمته، ثم يفاجأ بالبلايا، يجي يقول: طب يا شيخ أنا أعمل إيه؟ توب يا ابني. طيب يتوب، لكن هو ناسي هو عمل ايه، ناسي البلاوي السودة المتلتلة اللي على دماغه اللي مكتوبة عند ربنا، ناسي. لذلك كثيرا ما اقول: اكتب يا ابني، اكتب معصيك، اكتبها، اكتبها عشان تتوب منها صح. لان اول وقفة وقفة مع المعصية. اذ خلاك الله واتيانها ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. واضح ولا ترجم؟ أترجم تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. احنا عندنا الدافع بالصلاة على النبي، بنكنا لا يقبل إلا الصلاة على النبي، هذه العملة الوحيدة المستعملة عندنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم.
أول وقفة مع الذنب أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. لازم تقف كده الأول وتقول هو أنا عملت كده إزاي؟ في كذبة كذبتها، في زانية زنيتها، في دينار سرقته، في صلاة نمت عنها، في معصية فعلتها. تقف كده وتقول لو أن الله عصمني ما فعلت هذا، صح؟ ما أهونني على الله، أنا ليه هنت على ربنا؟ حسن البصري يقول هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فانت هنت على الله، سقطت من عين الله، خذلك الله، تخلى عنك الله، منع عنك عصمته لما لم تعتصم به. قال سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي، فقد هدي، فقد هدي إلى صراط مستقيم. لذلك هذه الوقفة المطلوب منها الانكسار والذل، أن تنكسر وتذل لله. يا رب أنا آسف، أنا بعتذر. وقفة مع الذنب، أولها الانكسار والذل، يتحصل بأن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. ثانيا وقفة مع الذنب أيضا لتتساءل، المعصية قبيحة في الأصل. علماءنا يتكلموا عن التحسين والتقبيح العقلي، بمعنى أن كل المعاصي في العقل السليم قبيحة. حد يقدر يقول ان الزنا شيء جميل؟ حد يقدر يقول كده صاحب عقل سليم؟ حد يقدر يقول كده؟ ليس هناك عقل يقول هذا. فالمعصية قبيحة، ثم لما نهى عنها الشرع كساها قبحا الى قبح. ما الذي جعلك تستحسن القبيح؟ المعصية قبيحة، انت فاهمني ولا لسه؟ طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. المعصية قبيحة، ايا كانت المعصية فهي قبيحة، وحين نهى عنها الشرع ازدادت قبحا فهي قبيحة، والله يكرهها فصارت اقبح. ما الذي جعلك تستحسن القبيح؟ هذه المرأة التي تنظر إليها يا أخي في التلفزيون أو في الصور وتستحسنها، هذه المرأة أقول لك عليها إيه؟ أنت عارف؟ كم افترستها عيون، صح ولا لا؟ كم لمستها أيد، صح ولا لا؟ كم وكم وكم، ما الذي جعلك تستجملها؟ تستجمل القذارة وتستحسن الوساخة وتقبل القبح. إنه انعكاس الفطرة.
اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. هذه الوقفة تفيدك أيضا الإزراء على النفس، إنك تشوف نفسك غلطان، إن الحاجة التي رآها الله سيئة أنت رأيتها حسنة، فأنت ما بتفهمش. هذه وقفة لكي تتوب، فلازم تعترف وتقر. الاعتراف يمحو الاقتراف. ثلاثة، احنا لسه واقفين وقفة تأمل مع المعصية. انت جالس في غرفة وحدك ومغلق عليك نفسك، اول حاجة زللت لله لانه تخلى عنك، فالذل يجلب انقاذه لك. اثنين، انك حين استملحت القبيح اعترفت انك لا تفهم وانك لا تقدر وانك خطاء. ثالثا، تعلق القلب بالذنب. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. تعلق القلب بالذنب المدخن، اللهم تب على كل عاصم مسلم. تقول له بطل سجاير يقول لك مش قادر ومش عارف، يجوز ان انا اقول كده ولا لا يجوز، ان تأتيني ورقة هل يجوز التدخين للنساء؟ اخونا يقول هو كان جاز للرجال اصلا. لا، ما بنتكلمش عن جاز للرجال وجاز للنساء، لكن القضية ان تسأل امرأة هذا السؤال، انت مش خايف يا مدخن لتكون مراتك بتدخن؟ ايه رأيك في الفكرة الجهنمية دي، ان مراتك من كتر ما شايفاك بتدخن وألفت منك رائحة التدخين صارت هي الأخرى بتدخن من وراك، وأنت لأن ريحتك من ريحتك تدخين فما أنت الزارية. مش خطر ده يا شباب؟ مش خطر؟ هذه مصيبة كبيرة والله. اللهم تب على كل عاصم مسلم. شاهد، تعلق القلب بالمعصية. ذكرت في محاضرة أمس ولا أول أمس ولا ما أدري إمتى في خلال هذا الأسبوع، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والواحد دماغه خلاص بقى اللهم تقبل يا رب. الشاهد إيه؟ قلت أن القلب يزني، القلب يزني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالقلب يهوى ويتمنى. إذا كان القلب يهوى في الحرام فهو زنا القلب. بمعنى لو أن قلبك أحب الممثلة الفلانية ولا عمرك هتطلها، لكن بتحبها حب عفيف يا أخي، حب عذري، ده اللي بيتكلموا عنه. ها؟ هذا الحب الزنا. الطالب الذي يحب زميلته في الكلية لا لمسها ولا كلمها ولا كلمها في التليفون ولا بعت لها رسالة ولا بيبص لها، بيحبها وخلاص لأنها منتقبة. زنا،
زنا، هذا زنا القلب. الناس اللي بيتكلموا عن الحب وهم مش دارينين بحاجه، يقول لك ده حب عفيف يا اخي، ده حب طاهر زي اختي. زنا، هذا زنا القلب. مش انا اللي بقول كده، ده سيدك النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. وأتفكر ان ده حد يصوره لك ان ده تعقيد وان ده تحكم، بالعكس ده حماية وحراسة لكي تفرغ طاقة الحب في الحلال، زوجتك حلالة. لكن لما تقطعت حب، انا قلت لكم القصة دي، ان كنت في لقاء مع خريجي كلية الهندسة، فبقول لي الولد في سنة خمسة هندسة في سنة التخرج، انت على مدار خمس سنين في كلية الهندسة حبيت كم واحدة؟ قال لي كتير. كتير كم كده يعني؟ خمسة عشرة؟ قال لا اكتر، يعني عشرين تلاتين؟ قال لا اكتر يعني حبيت لك مئة واحدة في الخمس سنين. هذا دليل على انه جاهل، لا يعرف حب ولا ما حبش، هو كل ما يشوف واحدة تعجبه يحبها. هذا كلام فارغ، هذا هو التهريج الذي تعيش فيه الأمة هذه الأيام، هذا هو الزنا الصريح، شهوة. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. وأنا برضو أعيد الاسم على الآباء والأمهات، لو أن الأب جلس مع ابنه وحضنه، ويا ابني انت رايح الكلية والبنات كتير، يا ابني ما فيش حاجة اسمها حب النهاردة، ولا انك تبص على واحدة، لا صن نفسك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فانت دلوقتي لو غلطت لازم تبتلى بواحدة غلطانة زيك. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قدرك بقى. والقصص لو عايزين قصص، أنا جيبي مليان ورق أحكي لكم قصص للصبح. في أنه في مرة زنى بامرأة وسافر ونسي الدنيا خالص، وليلة الزواج رأى امرأته ليست بكر. ليه؟ إيه اللي حصل؟ ما سامحني. ماشي سامحتك، واحدة بواحدة، ولكن يفاجأ بعد كده انها تمشي مع واحد، ويفاجأ بعد كده ان ابنته تغتصب، ويفاجأ. العقوبات لازمة. الا اذا تبت وصدقت وقبل الله توبتك يرفع عنك البلاء والعقوبات. ارجع الى الوقفة، تعلق القلب بالذنب. بطل يا ابني تكلمها، بحبها يا شيخ، اعمل ايه؟ بحبها. هذا الحب زنا، كيف نخرجه من القلب؟ قل ايه؟ حل عقدة الاصرار، دي نمرة واحد، حل عقدة الاصرار. انت الان مصر على المعصية، هذه معصية وانت مصر عليها، لازم احل العقدة دي، لان الاصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. كيف احل هذه العقدة؟ نمرة واحد، حل عقدة الاصرار، ان اقول يا رب كرهني فيها. لازم تفك العقدة بان تريد. هيجي معانا احنا بعد الوقفة مع الذنب، هنلحق في وقفة مع التوبة. الوقفة مع التوبة عناصرها خمسة، اولها الاخلاص، اثنين الصدق. انت عايز تتوب؟ انت عايز تتوب؟ طب احلف. لا شكلك مش عايز تتوب، شكلك عاجبك اللي انت فيه، انت راضي باللي انت فيه، عاجبك كده، مش عايز. هي دي حل عقدة الإصرار، أن تريد التوبة فعلا، أن تبدو عندك إرادة جازمة
يا رب أنا أريد أن أتوب ساعدني. والله أكرم من أن يقبل عليه العبد والله يرده. يرده؟ ها؟ مستحيل. الله كريم، إذا أقبلت عليه بقلبك وقلبك بين أصابعك تاب عليك وحول قلبك عنها. يبقى حل عقدة الإصرار. اثنين، الصدق في طلب التوبة. ثلاثة، اللجوء إلى الله الكريم ليصرف عنك. سيدنا يوسف قال رب إلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هي دي أخي، أن تصدق في اللجوء إلى الله. يا رب بغضها إلي. والواجب عليك أخي أن تكرهها في الله، صح ولا لا؟ لأن المسلم يحب في الله ويكره في الله، الولاء والبراء. هذه التي تعينك على معصية تتحب ولا تكره؟ تكره. فالواجب عليك بدل ما تحبها الواجب عليك ايه؟ تكرهها مش تحبها. أربعة، هي كانت نمرة واحد ايه؟ من غير ما تبص في الورقة. لا يا اخي، ما الذي خذلك؟ اثنين، ما الذي نزع استقباح الذنب من قلبك؟ ثلاثة، تعلق القلب بالذنب. أربعة، حال قلبك حال الظفر بالذنب. إخوتي، إذا كان النظر إلى امرأة متبرجة معصية زنا، فالفرح بهذه المعصية أكبر من الزنا. ما احنا اتفقنا على ان المعاصي القلبية أكبر من المعاصي الظاهرة. فأنت الآن قاعد قدام كليب لفنانة الفلانية بترقص وتتمايل عارية أو شبه عارية، هي وأخريات، وانت قاعد تتفرج وتضحك وفرحان وخايف للكليب بيخلص. سجله سجله سجله. هذا الحرص وهذا الفرح في قلبك أكبر من الزنا. أنت تفرح أن يعصى الله؟ أنت سعيد أن يحارب شرع الله؟ أنت منتشن لكون هدم حرمات الله؟ كيف ينظر إليك الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا فرح قلبك إذا ظفرت بالذنب أكبر من الذنب. الأخيرة خمسة، الصحبة السيئة التي تتعاون على الإثم والعدوان. لازم تنظر في الخمس أمور دول: تخلي الله عنك، نزع استقباح المعصية من قلبك، تعلق القلب بالذنب، فرح قلبك حال الظفر بالذنب، الصحبة السيئة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. لما تاب الرجل الذي قتل 100 نفس، القصة مشهورة صح ولا لا؟ رجل قتل 99 نفس وبعدين راح لعابد قال له أريد أن أتوب، قال كيف تتوب وقد قتلت 99 نفسا؟ فقتله فكمل به 100. ثم ذهب إلى العالم قال: من يحجب توبة الله عنك؟ نعم، إذا توب تاب الله عليك، ولكن إن قومك قوم سوء. بس يسيبوك تقتل 100 واحد يبقوا دول إيه؟ قوم سوء.
فاترك هذه القرية واذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. تغيير الصحبة، تغيير الشلة. الصحبة السيئة التي تعينك هذه أكبر مشكلة بالنسبة لك. ولذلك لابد في هذه الوقفة أن تتخلص من كل ما يتعلق بالمعصية. عندك صور تليفونك، أنا سمعت النهاردة أن عندكم بحر هنا في الكويت، على البحر واحذفه، واحذف تليفونك، ارميه في البحر، ارميه كده زي ما هو باللي فيه، تخلص منه، وعدة جديدة ورقم جديد لا يمت للمعصية بصلة. صعب يا شيخ، ده عليه أرقام شغل يولع الشغل. بعدين الواحد طب نجيب منين؟ ممكن هموت من الجوع، موت من الجوع. مش انت عايز تتوب؟ هو ده سبيل التوبة. طب ما انا ممكن انقي بس. لا، ما انت لما بتسترجع ارقام الشغل هقول لك دلوقتي ان من علل التوبة التفات القلب الى الذنب. الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما هاج هائجه. كلام ده. طب صلي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانت بتقلب بتقول خليه ده. طب بص على الاستوديو كده، شوف الصور، ألقي نظرة أخيرة قبل ما ارميه في البحر. لا، ما تقلبش، روح الوقت ارمي، انسف حمامك القديم. تخلص من كل ما يتعلق بالمعصية. صور قديمة ما يكون عندك، شوكولاتاية محتفظ بيها كانت هدية من حبيبة القلب، وردة، كتاب، جواب، تخلص لكي تولد من جديد. اللهم احي قلوبنا يا رب. علاج هذه الخمسة بشيئين: الإقلاع والندم. الإقلاع، هو فين الأخ محمد؟ هو موعد الإقلاع الطيارة، موعد الإقلاع إمتى؟ الإقلاع، عرفت يعني إيه الإقلاع بقى؟ الإقلاع عن الذنب يعني إيه؟ ها؟ عرفت؟ كلنا نسمع كتير جدا الإقلاع عن الذنب، لكن عمرك فكرت فيها كده؟ الإقلاع إنك أنت إيه؟ ها؟ إعلى، لا إعلى، ارتفع، ارتفع، اعلى اعلى، فوق فوق الطينة، اعلى فوق الحضيض، اعلى فوق القذارة، ارتفع، اسمو بقلبك، اطلع للسماء، انسى الارض. الاقلاع عن الذنب، اعلى لفوق، خلاص كفاية كده ركون للارض، كفاية الطينة والقذارة اللي انت عشتها، كفاية كفاية كفاية، اطلع لفوق، اطلع لفوق، قرب من ربنا، اطلع لفوق، اسمو الى الاخلاق العليا، اطلع لفوق، فوق فوق، اطلع فوق. الاقلاع. اثنين، الندم. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم. والآية اللي بعدها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الآية اللي بعدها:
أن تقول نفس يا حسرة، دي أنا بسميها حجة الله البالغة. ربنا بيقول لك اللي انت هتقوله بعد كده قبل انت ما تقوله عشان يبقى أقام عليك حجته، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يبقى ربنا بيقول لك قبل ما تقول أنا بقول لك توب، اللهم توب علينا يا رب. الندم لابد اليوم من الندم، اندم على كل لحظة قضيتها بعيد عن ربنا. وقد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الندم توبة، الندم توبة. انتهت هذه الوقفة بأمرين، الإقلاع خلاص تخلصت من الذنب، والندم وندمت على ما كان، وقفة مع التوبة. أولا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. لازم وقفة عشان أسألك هتوب لي؟ خايف من الفضيحة؟ ما هو ده وارد، لأن ربنا يستر الإنسان مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ولكن بعد كده سبحانه وتعالى يفضحك. وهو يسترك مرة واثنين. لما أمسك عمر بن الخطاب رجلا يسرق فقال والله يا أمير المؤمنين هذه مرة أول مرة أسرق فيها، قال كذبت كذبت، مش من أول مرة. لذلك لما تلاقي إنسان بيعاقب لابد أن تعلم أن دي إيه، لأن لا يمكن تكون أول مرة. اسمع كلام ابن الجوزي كده، سبحانه يمهل ها كأنه يهمل، يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. أحيانا تبص كده تلاقي عصاة بقاله 20 سنة بيسرق وينهب، بقاله 20-30 سنة بيظلم ويأذي، بقاله 10-15 سنة بيزني ويفجر، وانت تتعجب سبحان الله ربنا صابر على الناس دي ازاي. يمهل ها كأنه يهمل. خلينا ناخد فايدة لعلي لا ألقاكم. الإنسان لما ينظر إلى حلم الله على هؤلاء يتوسل إلى الله بحلمه على هؤلاء أن يحلم عليه. إزاي إزاي؟ شفت شفت، دخل رجل على حاكم ظالم فأمره ونهاه، فأمر الظالم أن تقطع يديه ورجليه ويلقى في الشارع، فقطعت يداه ورجلاه وألقي في الشارع، فمر به رجل صالح فوجده يضحك، قال ما الذي يضحكك وقد قطعت أطرافك؟ قال اللهم هذا حلمك على من يؤذي أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي من أجلك؟ يقول يا رب لما أنت صابر على هؤلاء الذين يؤذون أحبابك، أما حلمك على أحبابك يبقى إيه؟ ولذلك سعيد بن جبير لما أمر الحجاج به أن يقتل ضحك، قال ما
الذي يضحكك؟ قال أتعجب من جرأتك على الله وصبر الله عليك. اسمه الصبور سبحانه وتعالى، اسمه الحليم، صبر على خالد بن الوليد حتى أسلم، صح ولا لا؟ وصبر على أبي جهل حتى قتل سبحانه وتعالى. فلذلك الله حليم صبور، هيصبر عليك. لكن شوف، يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. يعني إيه إذا زجر ولم ترعوي العقول؟ يعني هيبعت لك رسالة إنك تشوف قدام عينيك كده واحد زيك عربية بتفرمه، هتشوف قدام عينيك كده واحد زيك وجاله سرطان في كذا، هتشوف قدامك كده واحد اتفضح. سبحان الله، كانوا جابوا في الجورنان قريب في جريدة أحوال المساجين، يعني في ناس من الكبار مسجونين. فسبحان الله العظيم يقول لك أنا بختم القرآن كل 3 أيام. قلت يعني هو أنت ما كنتش هتختم القرآن غير لما يسجنك؟ يعني لازم يفضحك عشان تتوب. في ناس كده ما يتوبش إلا بفشل كلوي، ما يتوبش إلا بسرطان في المعدة، ما يتوبش إلا بشلل نصفي أو شلل رباعي. أنت حر. فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. مش أنت بقى ما تبتش؟ طب تعال، يبص على واحدة يفاجأ رصاصة في عينه، يخرج من المستشفى يقع رجله تتكسر، يوصل البيت مراته تموت، يرقد شوية فلوسه تتسرق. خد. فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة، وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ. في ناس بقى دب خلص عليه، ويقول الناس لما ابتلي وهو رجل صالح. ما هو ساعة ما جات له التخبيط بدأ يقول ايه؟ تبت. بس بعد ايه؟ فيقول الناس لما ابتلي وهو رجل صالح، فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. الناس يقول لا ده فلان ده راجل طيب بيصلي معانا، البلاء ده جاله منين؟ لا لا لا، دي حسابات خاصة بتخلص، بس هي كانت سرية بس بتخلص علني. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا، ما تخافوش توبوا، ما تخافوش توبوا، لو تبت وقبل رفع البلاء، اما ان لم تتب فهذا وعدك. استلقى وعدك بقى من هنا ورايح، لانك سمعت هو اللي جابك هنا النهاردة وسمعك الكلام ده مخصوص، عشان يقولك انا هددتك وحذرتك وعلمتك وعرفتك قبل ما بعتلك، سمعت. اللهم تب علينا يا رب. الاخلاص، هتتوب لي طاعة لله، وايه كمان؟ بس هتتوب ليه؟ طاعة لله، وايه كمان؟ بس مش اي حاجة، انا هتوب طاعة لانه قال لي توب فانا توب، فانا تبت. خد الهدية دي لله. حد هنا يقبل هدية؟ هدية لله. قال رسول الله صلى عليه، بس دي عشان اولها لازم تصلي على النبي 3 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال استغفر الله، قول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قال، قول تاني، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لو أنك صادق الآن يبقى أنت كده نضيف خلص كل اللي فات، فأقبل على الله من جديد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات واظب عليها. الإخلاص، أن تخلص التوبة لله. 2، الصدق. كثير من الناس هو لا يريد أن يتوب، تقول له توب أنا مش عايز أتوب، أما أكبر وأبقى أدكم أبقى أتوب. سبحان الله العظيم. فلا بد من الصدق في طلب التوبة. 3، الأنفة من المعصية. اللهم اقذف في قلوبنا حبك حتى نحب ما تحب، قولوا آمين، ونكره ما تكرهه. هي دي، إنك تكره المعصية وأسبابها، ده أعظم سبيل للتوبة، وهذا دليل حب الله ورضاه. من يوم ما جيت وأنا أردد هذا السؤال: إزاي أعرف إن ربنا بيحبني؟ إزاي أعرف إن ربنا راضي عني؟ إذا رأيت أن الله يفتح لك أبواب الخير وييسرها لك ويحببها إليك ويعينك عليها ويغلق عنك أبواب الشر ويبغضها إليك ويصرفها عنك، فاعلم أنه يحبك وهو عنك راضي، والعكس بالعكس. تجد شاب من الشباب يقول لي 5 سنين في الكلية مش عارف أصاحب واحدة، مش عارف، ما لقيتش والله، الله يصرف عنه، كل ما يروح ناحية واحدة يصرف، يمرض، يقع، يتكسر، دماغه تتفتح. ما لاحظتش في مرة ان انت في قاعدة والناس عمالة تكذب وتنافق وتنكت، وانت رحت راسم في دماغك كذبة وجيت تقولها، راحت كوباية واقعة فتحت ايد واحد جريته على المستشفى وما كذبتش. بيحميك، يصرف عنك. كثيرا ما قلت: اوعى تفكر يا اللي ما زنتش ان انت يعني بطل، ان انت يعني واقف جامد، يعني ما انتش، لا، الله صرف عنك، الله يحميك. اوعى تفكر يا اللي ما بتدخنش ان انت بطل، يا وان انت اللي سبتها بمزاجك، لا، ده الذي حماك وبغضها اليك من؟ الله، الله، مش بيك. ولو سلمك لضحت. فلذلك الأنفة من المعصية تأتي هبة من الله، هبة من الله. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لا لم يعصه. تجد ناس كده، العبد الله بن عون صاحبته، عبد الله بن عون 20 سنة، فما أظن أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، إنه لم يكن يحسن يعصي الله،
في ناس كده ما بتعرفش تعصي، اللهم اجعلنا منهم. وفي ناس فنان في المعاصي، استاذ ورئيس قسم. هؤلاء الذين يعصون الله بحرفنا، فرق الله بينهم وبين غيرهم بأن سماهم الذين يمكرون السيئات. الذين ايه؟ يمكرون السيئات. في فرق بين واحد ماشي في الشارع الكعبل في معصية. حلوة الكعبل دي؟ الكعبل يعني عتر فيها يعني. وقع ماشي في الشارع عينه وقعت على واحدة، داخل يشتري حاجة من البقالة لقى التلفزيون شغال، عينه وقعت على حاجة حرام. فرق بين اللي كابل في المعصية وبين واحد مبرمج تلفزيونه الحرام، صح ولا لا؟ في فرق، في فرق بين واحد داخل على النت بيعمل اي مصلحة شرعية فوجئ صورة اتحدفت عليه، وبين اللي مسجل على الكمبيوتر بتاعه المواقع القذرة، صح ولا لا؟ في فرق، في فرق بين الذين يمكرون السيئات والذين يعملون السوء بجهالة. لذلك اكره المعصية، لابد من وقفة للأنفة من المعصية. ثلاثة، العمل الصالح والإيمان الصادق والصحبة الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من كثير من الناس يحفظ شروط التوبة أربعة: الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم. لا، الصحيح إن شروط التوبة ستة، شروط صحة التوبة ستة، الأربعة اللي فاتوا دول وأضف إليهم الإيمان والعمل الصالح بدليل الآيتين. الآية الأولى: إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، والثانية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يبقى لازم آمن. ايه ده، هو انا ما كنتش مؤمن؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ينزع منه الايمان كما ينزع احدكم القميص من رأسه، فاذا تاب عاد اليه. امن هنا بمعنى ايه؟ ان تؤمن أنك حال ارتكبت المعصية كان الله ينظر إليك. خطيرة جدا، بس افهمني افهمني. صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنت تجلس وحدك في غرفة لا يراك أحد إلا الله، فتحت التلفزيون وتفرجت على شيء من الحرام، في هذه اللحظة كنت تؤمن أن الله يراك؟ لا، كنت في غفلة. ابن الجوزي يقول إيه؟ لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند.
يعني لو انت وقت المعصية بتقول يا رب انا اعلم ان انت شايفني وان انت سمعني وان انت حرمت هذا، انا بعمل ده عندي فيك، يبقى الكلام ده كفر، صح ولا لا؟ ولو انك تعتقد انه لا يراك يبقى برضه كفر. امال ساعتها كان ايه اللي حاصل؟ كنت في غيبوبة، كنت سكران بالمعصية، ما كنتش دريان. فلذلك تحتاج لما تتوب تعمل ايه؟ تجدد هذا الايمان، تقول كنت تراني وانا غلطان. لازم تشهد هذا المشهد، وده بيسموه التملص من الذنب، الاعتذار، انك تقول له يا رب غرني سترك المرخي علي وغلبتني نفسي الأمارة بالسوء وغرني الإمهال وسولت لي نفسي الأمارة بالسوء وزين لي الشيطان اللعين، فأنا العبد الخطاء وأنت الرب التواب، فاغفر لي خطيئتي. طيب بلاش الكلام الكبير ده يا شيخ، عايزين نقول كلام على قدنا. ماشي، نقول كلام على قدنا. تقول يا رب أنا وحش، أنا غلطان، أنا قليل الأدب، أنا مش محترم، ما كنتش عارف، أنا ما كنتش واخد بالي إن كل ده بيحصل، أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي، فيا رب سامحني، اعذرني يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا أعلم نفسي، أنا نفسي قذرة، فيا رب لو زكيت نفسي هتوب، فيا رب خذ بيدي، يا رب توب علي، يا رب الطبي، يا رب أنا مذنب وخطأ، أنا معترف وأنا مقر، سامحني سامحني، مش هعمل كده تاني، سامحني. لابد من هذا، لازم تقول كده، لازم تعمل كده، لازم تحس بكده، أن تعتذر إلى الله. هي دي إلا من تاب وإيه؟ آمن. آمن. ثلاثة، وعمل صالحا، أو ستة، وعمل صالحا وأتبع السيئة الحسنة تمحها. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيتكلم على ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم كلمة السيئة قبل كلمة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة، ليه جاب كلمة السيئة قبل ايه؟ قبل كلمة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال هذه كمثل حديث بول الأعرابي، صبوا عليه ذنوبا من ماء، فقدم عليه على البول ذنوبا من ماء، فقدم ذكر البول قبل ذكر الماء الطاهر. ليه؟ قال ليفيد الاختصاص، صبوا عليه، يعني تعالوا على البول تحديدا وصبوا عليه ماء طاهر. فكذلك هنا، وأتبع السيئة الحسنة، يعني حط الحسنة تماما مكان السيئة بالضبط تحديدا، أن تأتي الحسنة على السيئة فتمحوها. ذلك سيارتك اللي استخدمتها في المعاصي استخدمها في الطاعات، فلوسك اللي ضيعتها على المعاصي ابدأ ضيعها في الصدقات، كمبيوترك اللي استخدمته في المعاصي تصدق به لطالب علم يعمل فيه بحث على ويطلب عليه العلم، تلفزيونك تخلص منه وتصدق بثمنه، ما بقولكش بيعه، تخلص منه وتصدق بثمنه الى اخره. واتبع السيئة الحسنة تمحها. يبقى ذكرنا خمسة عناصر، الاخلاص والتجرد، اثنين الصدق، ثلاثة استقباح الذنب او الانفة من المعصية، أربعة العمل الصالح، خمسة الإيمان الصادق. الوقفة الأخيرة ما بعد التوبة، واحد عدم العودة،
كثير من الناس نقول له توب من السجاير يعني مثلا من التدخين، قل طيب انا هتوب ولكن انا عارف ان انا هرجع تاني. نقول لا البس الحجاب، والحجاب عندنا يعني النقاب. تقول ماشي انا هلبسه بس انا عارف ان انا هقلعه. نقول له بطل المعصية الفلانية فهو يترك وهو يشك أنه قد يرجع، وهذه ليست بتوبة لا تقبل عند الله. من شروط صحة التوبة العزم على عدم العودة، إنك تقول أنا هبطل ولو اتقطعت حتت مش هرجع للمعصية دي تاني. تهينا مش هرجع للمعصية دي تاني، هذا شرط صحة التوبة. ولذلك كثير من الناس اللي بيشتكي انا بتوب وارجع للمعصية تاني، لانك ما توبتش اصلا. لذلك ابن القيم ذكر مسألة في منزلة التوبة في مدارج السالكين، يقول ايه؟ لو ان عبدا اذنب ذنبا ثم تاب منه ثم عاد إليه ثم عاد إليه إلى نفس الذنب مرة أخرى، هل تعود إليه المعصية الأولى الذنب الأول أم يستأنف ذنبا جديدا؟ يعني إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد دخن 10 سنين وبعدين تاب لمدة سنة ورجع للتدخين تاني، التوبة سنة تمحو ال10 سنين ولا الرجوع يرجع له ال10 سنين تاني؟ الرجوع يرجع له ال10 سنين تاني. يؤخذ بالأول والآخر. ليه؟ قالك لو صدق لما عاد، قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال له لو وصلوا لما رجعوا. هو ما كانش صادق في التوبة الأولانية، ولو صدق لما عاد للتدخين أبدا. ترك امرأة شهور ثم رجع إليه، يعاد إليه كل الزنا اللي فات يرجع فوق دماغه تاني. علامة قبول التوبة ألا تعود إلى الذنب أبدا. اثنين، دي وقفة ما بعد التوبة، استبدال اللذات الحسية بملذات روحية. خلي بالك أن كثيرا من الناس، ودي من علل التوبة، من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. قاعد بالليل كده لوحده وكل أكلة دسمة، يقول يا سلام بقى لو سيجارة دلوقتي، وهو كده بيتذكر التدخين ومبسوط مش ندمان، هذا ينقض التوبة. فكروني مرة واحدة في حياتي أكلمكم عن حبوط الأعمال، لأن حبوط الأعمال ده أمر خطير جدا 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 إلى أبعد حد. إنك تعمل عمل صالح ثم تحبط هذا العمل، دي من أسباب الحبوط. من أسباب الحبوط أيضا الندم على الطاعة. واحد طلب صدقة، اديته 10 دنانير صدقة، وبعدين قلت والله ما يستاهل، خسارة فيه، يا ريتني ما اديته، يا ريتني مديته، والله يا ريتني مديت، خلاص حبطت، مش محسوبين صدقة، انسى. واحد صلى العشاء في المسجد، الامام طول شوية، ايه اللي جابني المسجد ده؟ ايه اللي خلاني يا اخي صليت ورا الراجل ده؟ غلطان والله ان انا جيت، يا ريتني ما جيت، كده ما صليتش العشاء. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، استبدال الملذات الحسية بملذات إيمانية روحية.
إخوتي معظم المعاصي تأتي بسبب الفراغ، الفراغ الروحي، الفراغ القلبي، الفراغ العقلي. قاعد في البيت ومش لاقي حاجة يعملها، يتفرج على التلفزيون، يقلب في التليفون، يتصل بحد، يعصي. لكن لو أننا شغلنا أنفسنا بملذات روحية، بمعنى السجود، أسجد وأستشعر القرب من الله وأقول يا رب إلهي سيدي يا مولاي يا رب، وأشعر بقرب ربنا وأسجد واقترب، أشعر بهذا القرب، أستشعره، استشعر قشعريرة الجسم وحلاوة القرب. حين أستشعر هذا المعنى ما بطلوش أبدا، ما أقدرش أبطل. استشعر حلاوة القرآن، كلام الله، ربنا بيكلمك، اقرأ واستمتع واستلذ. استشعر حلاوة الذكر، تذكروني أذكركم. استشعر كده وانت بتذكر ربنا بتقول استغفر الله، بتقول الله حلو، استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا الله. استشعر انك انت وانت بتقول كده الله يذكر اسمك في السماء، الله، الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير الجليل المتعال، الله بيقول اسمك ان انت فلان ابن فلان. استشعر حلاوة الصلاة على النبي، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله تبلغه الصلاة، فملك يروح يقول له يا رسول الله فلان ابن فلان بيصلي عليك. استشعار المعاني الجميلة الحلوة دي يشغلك بقى عن اي معصية، ما يخليكش تلتفت الى المعصية. ايضا البيئة الايمانية، لازم صحبة صالحة، لازم تخلي حواليك مراقبين خط. دايما اقول لاخواني نصيحة للشباب، ما تمشيش في الشارع لوحدك، ما تقعدش في مكان لوحدك. ليه؟ وانت ماشي في الشارع لوحدك لو لقيت واحدة الشيطان هيقولك عكس او انظر اليها، لكن لو معاك واحد هتستحي. خلي دايما معاك حد رقيب، خليك في البيت دايما في وسط الناس، بيئة ايمانية، ناس صالحين يكونوا معاك. ثم الاستكثار من الطاعات والقربات، زود الطاعات، زود الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثم الأخيرة دوام المحاسبة والمراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا. حس دايما إن ربنا مراقبك، شايفك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فربنا قريب منك، يراقبك، يسمعك ويراك معك بحوله وقوته، فاخشى الله. خاف من ربنا بقى، خليك دايما في المراقبة. اثنين، المحاسبة، دايما كل ليلة ما تنامش غير ما تحاسب نفسك، وقول لنفسك وبعدين احنا تبنا خلاص انتهينا، وجدد التوبة كل ليلة تكن من الفائزين. أحبكم الله، أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.